تصوروا معايا تيك توك؟ كليك كلوك؟ لا تيك توك نيك نوك تيك توك. طيب ميمار خلاص حنصور تيك توك معاكي. أول شيء زي كذا. لا مو زي كذا، زي كذا. طيب خلاص دحين نسوي كذا. أوه كله غلط، ما تعرف تسوي كذا. طيب جربوا كذا. أوف خلاص أسوي لي حالي، واضح إنكم ما تعرفوا ترقصوا. إيمان كثير أحيانا أنت تشتكي من الكمامات اللي أعطيكي هي إنه شكلها مو مرة حلو زي كذا، فجبت لك كمامة راح تناسبك كثير. إيش بك مناسبة لك؟ يلا البسيها. لا مناسب لك. ما تبغى تلبسها زعلت. مناسبة لأنس. تكره لما أنس تبغى يبوسها. ما شاء الله شوية يمشي خلاص. شوف شوف. يقول بو. لسه ما شفناك تجربيها، ما نسينا، يلا جربيها. لا 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 لا. ليش؟ مناسبة عليك. مناسبة عليك. يقول لي بابا شوف اقدر اسوي كذا. كيف تقدر تركز ايمان؟ ها؟ متعودة؟ اسكت، اي اسكت صدعتني. صدعتني اسكت. يوسف مرة يتعصب لأنه أنا صار أميغو. أوه مرة أوه ماي جاد. كيف شعورك وأنت ساكنة ببيت مجنونة كذا؟ هذا شعورك؟ ايش المشكلة؟ ها؟ ليش ما كان زعلانة منك؟ لا انا اعرف اقول؟ لا اقول انا ما يبغى احد يعرف ليش ما زعلت. ما شاء الله صار يمشي شوف 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 ما شاء الله تبارك الله الله اكبر. مين يقدر يسوي احسن حركه يوغا وما راح تكون حكم؟ يلا ايمان انت اول. ايوه خلاص كم تعطيها بسرعه؟ 9.5. 9.5 كيف تنفذ عليها؟ كيف تنفذ عليها؟ عاد 9.5. طيب يلا بسرعه انس بسرعه. كم تعطيه؟ 10. مبسوط عشان جاب 10. ايوه تقدر تسوي نفس الحركة. طيب ايش تقدر تسوي نفس الحركة؟ هذا مو حركة يوغا. هذا مو حركة يوغا. حاول تسوي هاند ستاند على يد واحدة. اوه مرة صعب. قديش انتوا تحبوا بعض؟ مرة مرة كثير؟ ها؟ يوسف يوسف ايش فيه؟ أو ايش فيه؟ ايش صار؟ اعطي ايمان بوسة طيب اعطي بسم الله ايش ايش ليش ما حد يبغى بوسة منك؟ جاد يبغى جاد؟ يا اعطي جاد بوسة كس كس انا تقول لي بابا خذه ابغى اكل وانا مرتاح خلاص بابا انا لازم ياكل ومرتاح ما يقدر حتى اذا اخذ جاد حيزعل يبي يرجع انس بسم الله قلت تبغى انوار عشان غرفتك ها؟ انت عندك صح؟ ايوه عندي تبغى تقلد انس ولا انس بيقلد كان بيقلدني؟ انس كان بيقلدني والله والله انا كان عندي انت اول سويتي في مكتبك صح؟
بعدين انا سواه في غرفته فوق في السقف. الحين انت تبي تسوي في السقف في زانس. لا انا قلت شلات ابغى في السقف. 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 بس انت جبت للتاسك. انا جبت للمكتب؟ اوكي. لا انت قلدتها خلاص. ايوه. اذا اعطت LED بالريموت. ايش بتسووه؟ ايش بتكتبي؟ ايش بتقري؟ ليش جالس هنا؟ ها؟ ايش بتكلم عن مين؟ تكلم عن بابا؟ ها؟ ايش قلتوا؟ ايش بتسووا؟ ايش نايم على سريرها؟ ليش بتلعب مع عروستها؟ ليش بابا بيضربك؟ ليش انت بتضحك كثير؟ ليش؟ اليوم لقيتهم مطقمين كلهم، لابسين نفس الملابس. ايش بتسوي لابس جاكيت حق ايمان؟ من اول جاد واقف هنا قاعد يتفرج قاعد تنظف حوشه. افتح هذا بسرعه. فاضي صح؟ قفل. افتحه. شكرا. مو مصدق مو مصدق في ضفدع جوا؟ انا ابغى اجرب. تبي تجرب؟ افتحه. افتح. اليوم يوم ميلاد عمتها ورسمتها هنا هدية لها. شوفوا كتبت هابي بيرث داي. حلوة الرسمة. شوف السمكة اللي صنعتها بالورقة ما شاء الله. ما شاء الله يوسف مبدع يصنع اشياء. ايش الكياتة هذه؟ ايش الكياتة هذه؟ ما شاء الله الله يحفظكم. كان نايم عليكي؟ بابا. طيب حبيبي. طيب. ايمان مرة زعلانة لأنها حطت هذه الفراولات في الفريزر بعدين أحد أخذ فراولة من هنا وما هي عارفة مين. أنس يقول مو هو، أنت ولا لا؟ مو أنا والله. فنعتقد إنه يوسف، تعال نسأل يوسف. يوسف! أنت أخذت فراولة إيمان؟ إيمان. افتح فمك شوف. في فراولة لا، هي أكلها No, you're so annoying. I wanted to eat that. Oh. يقول ريحة فم زي فراولة. أيوة. هو أكل. تأخذ كمان فراولة تنجم. لقيت يوسف من حاله هنا بيغسل الصحون. تبي تطيح يا هو؟ يقول هو الشيف سوى أكل أمه والحين بيغسل الصحون. الشيف طيب ما يغسل يطبخ بس. Yes. ها؟ Chef too. الشيف إلا يغسل؟ أعطى أمه كثير شوكولاتة مع الشاي حقه. خلاص كفي. No, I'm getting golden. إيش غسلت له الآن؟ Oh, I done two of these plates oh, so and two of these cups and two of these. كوبين وكوبين من هذه. ودحين غسلت ملعقة. خلاص كفي هو كفي. خلاص من زمان بينظف. هذا صعب تنظيف واحنا ننظف. شكله ننظف بصابون اليد مو بصابون الصحون. ايوه مثل ما توقعت قاعد ينظف صابون اليد. هذا صابون اليد. اي هذا صابون اليد. هذا صابون الصحون. شوف. I didn't know. You didn't know. What did you do? Ice lolly. It's almost done. ما أدري حط لبن هنا ولا حط الفريزر عشان تلج. That's not lemon. إيش حليب. It's milk. حليب. ما شاء الله. كم تعطيها يا ماما؟